تتذكرون الأرملة التي تعيل 5 يتامى وجهت صرخة الألم عبر البرنامج من ولاية تبسة بعدما ذاقت بها الدنيا أين تتجه؟ صرخة ظلت محبوسة في منطقة الحميمة التابعة لبلدية تليجان، أرملة مع 5 بنات يعيشون ظروفاً مزرية بعيداً عن أعين المسؤولين والمجتمع، يقطنون في منطقة معزولة لن تصل إليها إلا بشق الأنفس. زوج هذه السيدة توفي في حادث مرور وتركها بدون دخل يعيل البنات 5. رحل وتركهم يعيشون في غرفة واحدة تفتقر لأبسط ضروريات الحياة. هنا المطبخ، هنا تدرس البنات وينامون فيها جميعا. تمر الأيام والليالي ولا يجدن ما يأكلن ويلبسن. أتمنى من أهل الخير والمحسنين كل غير يعاونونا بدار برك، واللي يعاوننا بحتى حاجة صغيرة برك ربي يعطيلهم ما يتمنى في الدنيا وفي الآخرة، ربي غير يدخلوا الجنة. نحن يتامى لا لينا لا لربي، غير هيك نشوفوا فينا كيف هالعيشة اللي رانا فيها. أمس برك تمرمدنا غير الغبار دخل عنينا، عايشين عيشة حتى الحيوانات عايشين خير منا، حسبنا يا ربي. دموع البنات اليتامى وصرخاتهن حركت مشاعر الخيرين في كل مكان، هبة تضامنية من أجل انتشال هذه الأرملة وبناتها من الضياع في غضون سنة واحدة فقط. تحقق ما كان بالأمس مستحيلا، لحظة المفاجأة الكبرى. الأرملة مع والدها وبناتها لم يصدقوا جميعا أن يتحول الكوخ القديم إلى هذا المنزل الجميل. ربي يجزيكم بالخير وما شاء الله، وربي يصلح للناس الكل في اللي تبرعنا بحاجة، كلنا ربي يصلح له في صحته ومواله. أول حاجة نشكر الله، وثاني أنتم اللي وقفتوا معايا درتوا هذا القصر كما هيك. أنا ما كنتش حتى كما شفتوني كنت كما هذاك البقعة هذيك ديريكت كان الكليب ديريكت. الحمد لله توا الحمد لله. الدار على بالكم فيها رانا في الأول، ولكن كاين تاني كوزينة، كاين صالون، كاين شنابر، كاين تشوفوا معايا. الحاج تفضل الحاج تفضل. أروى عندي الحاج، هذا الرجل المبارك، هذا الوالد تاع 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 الأرملة والدها ملك ما شاء الله. يعني الحاج واش تقولنا يا ولدي؟ كثر خيركم والله يرضي عليك من الوالدين، راكم رحلتوهم من الجبل اليوم رانا مستكثرين خيرك. شتوين كانوا؟ كانوا في الجبل ويفتشوا على الصرح. وانت هكذا كنت تقول ما كانش نهار هكذا بنيتي ان شاء الله تولي؟ ما كانش البنية يا ولدي، بس واردنا ما بنيناهاش. خير ربي الحمد لله كثر خيرك. واش تقول للناس هادو اللي قاع وقفوا معنا وكذا حتى وصلنا لهذا الموصل؟ يعني يا ولدي كثر خيركم يا ولدي الكل، كثر خيركم الكل. من غرفة واحدة ضيقة وفارغة إلى غرف واسعة ومفروشة ومجهزة بكل وسائل الراحة والحياة الكريمة. لم تصدق هذه الأرملة ما شاهدت من تنسيق وجمال وأثاث مريح. هذا الصالون كما نقولوا احنا يا صالون هاي، بارك الله فيكم والله غير مخدوم، خدمة روعة. عجبك؟ ايه مليا حالة. واش تفرجي الشروخ؟ ما عندناش بالكل. خاوتي ما عندهمش الشروق، يعني ما كانوش يعرفوا ليميسيون خلاص، لهذا تشوفوا الناس حنا اللي نحوسوا عليهم شكون. الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله عز وجل. تبغي صالون كيجوا قد ديالك ولا حاجه؟ ايه
ايه لازم ايه الصالون لازم السكنه ايه لازم ايه هذا متاع ضياف. هنا ايضا غرفه البنات مجهزه وبها اثاث تساعدهن على الدراسه بجد وتفان. تفضلوا ادخلي ما تحليش عينك زيدي ادخلي شوفي منا هاي حلو عينكم. هذه شمرتكم هذه الشمره تفضلي. ما شاء الله ربي يبارك تهبل عجبتك؟ هي عجبتني تهبل ما شاء الله. عندك صوره شو ديرين في الخزنه؟ هي ما الحمد لله ما عندكم تما دي كوفرتير جدد وكامل وكلش. وين راه البلاصيت خيره؟ اكد لي تبغي الحل؟ هي خير. وين خير؟ الله هنا خير. ما شاء الله الله يبارك ويحفظكم. ان شاء الله. من 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 تحبي تقري ولا ما حتى المصحف راه عندك الحمد لله يا ربي. الكرسي الطابله تقري هنايا انت واختك ان شاء الله تعاونك هي باش تولي ان شاء الله تجيبي لنا 10 على 10 ها. ولا والوالده تكون في الكوزينه تروحي تحكيها تعاونيها واش رايك مدام في بنياتك يعني؟ الحمد لله تواك درت لهم كنابليات وربي يجزيكم بالخير ان شاء الله. راك والله غير ربي يعطيكم صحتكم وان شاء الله تعاونوك يعني اللي ما عندوش وكل هيك ما تعاونوش والله يا ربي يستركم. لم تصدق الأرملة يوم قطع البرنامج على نفسه وعدا ببناء مسكن جديد لها وتأثيثه وتجهيزه. طبعا هذه الغرفة الثانية وراهي جاية في البروميطاج تاع بنتي حادة مع الوالدة تاعها. بارك الله فيك الغار ربي يجزيك بالخير. هذا ما انتم كلش خدمتوه وكلش قلتوا كلمة رانا ندير لكم سكنة وعدتوها وكيما قلتوها كيما درتوها. كيعرفوا شافي على كلام عاقلة هي. أول حاجة راح نديروها لكم إن شاء الله من غدوة ما تقعدوش هنا ترحلوا نكروا لكم دار في المدينة. من غدوة إن شاء الله من غدوة دوك نشوفوا مع جمعية الإرشاد والإصلاح من غدوة ترحلوا مؤقتا وانتم ترجعوا تقروا ونبنوا إحنا إن شاء الله نبنوا ندير لكم دار جميلة ورائعة إن شاء الله اللي تعيشوا فيها بعون الله تعالى. ثم قلت وين ديروا لكم سكنة وخرين قالوا لي ربما كانش منها ما صدقتش بالكل قلت لازم هما قالوا نديروا لكم سكنة أنا ما عليهم ولا على ربي. ثم قالوا لك ما يديروا لك سكنة؟ قالوا لي ما كانش منها بالكل. بنتي حادة واش رايك؟ اولا انا دائما نسقسيكم ورا وين ترقدي سريرك هذا ولا هذا؟ هذا قاعد تبغوا الحيط. ما شاء الله. انا وعديني برك حاجه قدام الناس تجيبي ان شاء الله 10 على 10 ان شاء الله. زيدي تقري احسن. هي ان شاء الله. واش كي تنوي ان شاء الله تولي من تكبري ان شاء الله؟ طبيبه تاع اطفال. واش كي ناويه مدام تكبر حدا ان شاء الله؟ ان شاء الله تخرج حاجه مليحه. انا ديريكت نتمنى لهم بصح انا يا زوج الكبار دبروا لي قالوا لي خرجهم ما عادش يمشوا للمدرسه بصح الثلاثه الاخرين راهم يكملوا قرايتهم. بالمناسبه خاوتي اللي تبعتوا الحصه تاعنا من كنا مساكن في الفيرما وفي هذاك الجبل وهذاك راكم تشوفوا زوج تاع البنات ما لقيتوهمش وما حبيناش باش لانه نزلنا عند الرغبه تاع الازواج تاعهم. هادوك البنات زوج اللي فاتوا معنا والبنيه اللي حبوها كاع الجزائريين حقا واسمها نزيهه اللي حبوها كاع الجزائريين راهم من فاتوا في البرنامج الحمد لله يا ربي. وهذه مصداقيه البرنامج راهم تزوجوا في زوج يعني وحده بنيه وحده راهي عند رجلها الحمد لله في الدار والزوجه دوك نوريكم الورد تاعها على ايام ان شاء الله ستزف باغي تروح ان شاء الله لدار رجلها بعون الله تبارك وتعالى. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. مطبخ مجهز بكل الضروريات. لم تكن تملك هذه الأرملة من قبل لا ثلاجة ولا آلة طبخ ولا أواني حتى. لم تتمالك نفسها من شدة الفرح تدعو للجميع بالصحة والعافية. طبعا الحاجة اللي تبغيها أي امرأة هي الكوزينة ظريفة صغيرة. الله بارك الله فيكم انتم درتوا كلش ما يلزم الكوزينة. بارك الله فيكم الحاج جبني كلش كوزينير الفريجيدير.
كوزينير هيا ان شاء الله فيها كوشة عندك تحت. دوك من بعد لما تعرفيش دوك يوروك كيفاش غير بالتريسين تيتنا الاخر وتعب زير روحك ان شاء الله. بون الغاز عندك الغاز دو فيل كاع يعني ماشي قرعه ولا مليح كلشي الحاج كلشي الله غير ربي يستر. كنتي طيبي غير في طيبي غير في الغاز هكا والارض كاع في عقله اي حاجه باينه لا دا نجح روحي يا اخي جيتو شفتوني الحمد لله على كل شيء وفضل ربي وفضلكم ان شاء الله رب العالمين يوفقكم ان شاء الله طيب ومليح وتفرحوا لانه احنا ساعدتنا لما انتم تفرحوا وساعدت المحسنين لما انتم تفرحوا فربي ان شاء الله انا بغيتك مدام ادعي لهم ربي هادو كيما فرحوا كانوا سبب فرحتك انت وفرحه عشرات من الناس فرحنا كل ربي يفرح ان شاء الله يفرحهم في الدنيا وفي يوم القيامه كيما قلتي والله غير يعجل خطوتهم كلها خير وخدمتهم كلها بالخير. تفضلي مدام تشوفوا هذا السطح تاعكم هذا السطح هنايا اول بارابور هنايا السطح هنا تقدي مدام ان شاء الله العرس راه قريب هنايا ديري هنا ديري دير العرس ها ندير العرس لبنتي هي كبيره ها ان شاء الله ان شاء الله هذا كله من فضل ربي وفضلكم الحاج. مؤسسة الشروق الخيرية نسقت مع جمعية الإرشاد والإصلاح لولاية تبسة من أجل تحقيق الحلم الكبير لهذه العائلة. المسالك الوعرة وقساوة المنطقة لم تمنع فريق العمل في المثابرة المتواصلة رفقة تضافر جهود الخيرين إلى غاية انتهاء أشغال بناء المنزل. الحمد لله رب العالمين هذه المدة مدة سنة كاملة تم فيها اقتناء بيت لهذه الأخت وتم إعادة تهيئته تهيئة كاملة بتوفير كل الشروط الضرورية في الحياة. يعني هذا المنزل لا يقل أهمية أو لا يقل حسنا من بقية المنازل الأخرى. فالحمد لله رب العالمين أننا أخرجنا هذه العائلة من هذا الوضع الكارثي الذي كانت فيه إلى وضع مريح إلى وضع سليم، وهذا بفضل جهود كل الخيرين سواء من طرف حصة وفعل الخير الخيرية أو من طرف رجال الإرشاد وأيضا من طرف الخفاء. ونشكر كل المحسنين وكل من ساهم بفلس وكل من تصدق ولو بكلمة لهذه العائلة. هكذا تحركت المشاعر الإنسانية لدى الخيرين، سمعت صرخة اليتامى ووجع الأرملة، فكانت أروع هبة تضامنية قادت في الأخير إلى انتشال عائلة بأكملها من الضياع.